جاهز يا حاجة هتسجل؟ خش يا ابني. الحاجة في قلبي انا مقدرش اقول انا غير كده، معرفش اخونها في يوم انا تقتلني عادي. كل يوم طلبات فلوس دروس جمعيات، لو رفضت الطلبات افتح دماغي. طب والله هنقول لماما على كل اللي انت قلته ده. تقول لماما؟ يا حبيب ماما لو لحقت بهزر والله. دم بطوها يا مبكة احمد برودكشن جاني احمد برودكشن احمد برودكشن. يا حاج في ايه يا حاج؟ ايه عايز اسجل يا حاج؟ عايز ناس تسمعني انا، تسمعني كلمتين بس يا ابن البصمة بتاعتي في ايه؟ يا حاج مرة واحدة بتعمل مرة واحدة في الاغنية خلاص. طب انا حر خلاص يا حاج. في ايه؟ يا حاج كمل يا حاج انا اسف. الشغلانة اللي عم بيها الله ربنا دي. اطلع بره. اديني فرصتي بس. ويلي ويلي قلب انا غاوي، ويلي ويلي شال النصيب، كسر لي قلبي من جالي. لا 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 مش جاي مع سكة خالص. يا عم حلوه، لا مش ظابطه معايا يا انا وسك يا عم. هو لك بس نادر المهندس. طب اهو عايز اعمل بقى اغنيه تطلع ترند. تقلقش يا حاج، هعمل لك تراك ولا حمو بيك. عمو بابا ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا يا بابا؟ انا سمعت ان الاغاني بتجيب فلوس كتير وكده، بعدين انت عارف يعني ان المصاريف زادت عليا، امك واخواتك كل شويه حد يطلب مصاريف مصاريف، وامك واحلى وعبري كل شويه هات فلوس الجمعيه هات فلوس هات فلوس. وغير كده يعني انت ايه القلبه دي؟ وانا اقول لك تيجي تعمل لي اغنيه جايب لي اتفرج عليا؟ انت معايا بعدين وانت اكل بالبحر.